أقيمت قرعة دور الستاشر لبطولة كأس الرابطة، واللي هتكون مباريات الدور الأول ودور الثمانية منها هيكون في شهر مارس الجاري، ونصف النهائي والنهائي هيكونوا في شهر يونيو القادم. القرعة جاءت كالتالي: الأهلي هيلاعب المصري، غزل المحلة هيواجه الإسماعيلي، المقاولون العرب هيواجه حرس الحدود، وفيوتشر هيواجه طلاع الجيش، والزمالك هيلعب مع البنك الأهلي، وسيراميكا كليوباترا ضد سموحة، والاتحاد هيلعب مع فاركو، بيراميدز كمان هيلعب مع إنبي. طيب إيه اللي حصل في القرعة، كواليس القرعة، لقاءات ما بعد القرعة، نشوف ونرجع نكمل كلامنا. البطولة دي بطولة محترمة جدا، تاني مسابقة تتعمل منها، بطولة احنا كده بنحط نفسنا في مكان كويس جدا في دول العالم، بطولة كأس رابطة الأندية في كل حتة في العالم بتتعمل، وهي السنة اللي فاتت كانت بوضع والسنة دي في وضع، لأن كان السنة اللي فاتت في بطولة الأمم، فكان في وقت جدا للأندية تلعب ماتشات أقوى، لكن هي جاية دلوقتي حاليا بصراحة جاية في وقتها جدا، إن البطولة متوقفة، بطولة الدوري متوقفة، ولسه في أول الدوري هيتلعب في أول شهر أربعة، فبالتالي عند الأندية كلها فترة استعداد كويسة جدا تدي صيغة الماتشات الرسمية، فبالتالي يكون إن شاء الله استعداد قوي جدا للدوري. يعني بالنسبة للأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا، لا عندهم فرص كويسة جدا، الموضوع في إيديهم هم، يعني دلوقتي النادي الأهلي لو كسب إن شاء الله القطن بعد بكرة، والزمالك كسب بلوزداد، هيكون ليهم فرص كويسة جدا في الأدوار اللي بعد كده إن شاء الله. في البداية أنا برحب بالقناة الأولى وكابتن كريم، مبسوط جدا ان انا يعني على قناة التلفزيون المصري العظيم. القرعة قوية، ودايما مباريات اللوك اوت ومباريات الكؤوس بتبقى نظام 50-50، احنا لعب ماتش قوي مع انبي وربنا يكرمه، هي بطولة تحضيرية احنا مستعدين لكل البطولات، احنا بنشارك في دوري العام، بنشارك في كاس الكونفدرالية الافريقية، بنشارك في كاس مصر وواصلين للنهائي، فاحنا مستعدين لكل البطولات، وفرصة لمستر باتشيكو ان يشوف كل اللعبة سواء راجع من اصابة سواء متجهزش سواء ناشئ عاوز يشوفه، كل ده حاجات كويسة يعني. ربنا يوفق كل الاندية المصرية اللي بتشارك في البطولات الافريقية، سواء اهلي وزمالك وفيوتشر وبيراميدز طبعا اللي هو فريقنا، بنتمنى انه يتصدر المجموعة ويحصل على بطولة كأس الكونفدرالية بإذن الله. طبعا برحب برقم 10 كريم رمزي والكتيبة المميزة جدا اللي أنا أتابعها باهتمام، بتقدموا إعلام راقي ودايما حريصين أنكم تقدموا المصداقية دايما في أخباركم وتناولكم للأحداث. النهاردة كممثل فيوتشر هو حامل النسخة، اللقب النسخة الأولى، النسخة الثانية هتبقى نسخة قوية جدا عن النسخة الأولى، لأن بعض الأندية ممكن ما كانش فيها في النسخة الأولى يعني اهتمام كبير جدا زي المرة دي، موجود أهلي، موجود زمالك، موجود حتى لو شفت توزيعة الأندية فيها تقارب، أهلي ومصري، فيوتشر وجيش، زمالك وفرقة تانية، محلة وإسماعيلي، لا تحس إنك أنت بترسم مباراة بشكل كويس جدا، هيبقى مردودها مميز جدا للأندية، سواء إنهم في فترة التوقفات إشراك بعض اللاعبين اللي مش موجودين دايما في التشكيلة الأساسية، تقدر تقف على بعض الكوادر فيهم، وأيضا إن دي إضافة جديدة لأحد البطولات اللي بتعملها رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب في الفترة الأخيرة، اللي شغالين كويس جدا. أنا شايف إن ده كله ده مردود، ولو ما في مردود يبقى مردود إيجابي على الكرة المصرية. الدوري المصري خريطة تتغير السنة دي، يعني نتفق نختلف، لا في تغيير، بدليل ان فيوتشر في المركز الثاني، بيراميدز في المركز الثالث، الزمالك في المركز الرابع او الخامس، المحلة قريب، الاتحاد السكندري السنة دي عم اداء مميز جدا. لو اتكلمنا هنتكلم على ان الخريطة في افريقيا غلط تغير، سواء في كونفدرالية او سواء في دوري الابطال او في الكرة المصرية. الكرة والرياضة بقى الصناعة، وصناعة مهمة جدا، القوي والمميز والمركز واللي شايف انه الامور بالنسبه له فيها تركيز وفيها هدف، اعتقد انه ده هيبقى في حته تانية. ان في اخفاقات لبعض الفرق او لبعض الانديه او تعثرات، ده وارد في كره القدم، المنحنى البياني دايما لاي فريق لما بيصعد بيرجع تاني، وده مش مقياس ان الفرقه دي اكس او واي فرقه مثلا مستواها هبط، لا هي بعض التعثرات لبعض الامور سواء الفنيه او الاقتصاديه او او يعني الامور المحيطه، لكن في المجمل انا شايف ان الخريطه بتتغير، وان شاء الله تتغير الاحسن لمستوى المنتخبات، لان احنا
شايفين مثلا لو من ضمن الكلام لو اتكلمنا عن مشوار المنتخب الاول في ملاوي او مشوار المنتخب الاولمبي، عندنا مباراتين فاصلتين بالنسبه للفريقين سواء في المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، دول برضو هيغيروا من شكل وخريطه الكره المصريه في انك توصل للادوار اللي جايه او المنتخب الاولمبي ان شاء الله نشوفه في باريس 24 ان شاء الله. في البدايه الاهلي والزمالك عندهم موقف صعب جدا، انت بتتكلم على الاهلي محتاج ان هو يفوز على القطن الكاميروني عشان ان هو ينتظر بقى مباراه الهلال وصن داونز في دوري ابطال افريقيا، عشان حاله التعادل او خساره الهلال الاهلي يتاهل ان شاء الله في حاله فوزه على الهلال في اخر مباراه. نادي الزمالك يمكن فرصته صعبه برده لانه هو محتاج يفوز على شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر عشان ان هو يخطف بطاقه التاهل بعد كده من مباراه المريخ في القاهره، ولكن في حاله طبعا تعثر نادي الزمالك امام شباب بلوزداد سواء بالخساره او بالتعادل هيكون طبعا كده بيدي بطاقه التاهل لفريق شباب بلوزداد مع الترجي التونسي. انا بشوف ان الفريقين موقفهم صعب، ولكن يوم الجمعه طبعا هو اليوم الفاصل في ملف طبعا الاهلي والزمالك في دوري الابطال.